ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما في احسن حال. جايلكم النهارده بفلوج جديد حلو قوي، ان شاء الله هيعجبكم. في ايكيا فتح في قلب اكتوبر في مول العرب. كل الناس عارفة ان هو كان فاتح كده مكان صغير في مول العرب، دلوقتي فتح المكان الكبير بتاعه او السنتر الكبير بتاعه، فمليان بقى حاجات يعني ما اقولكوش. الناس بقى اللي بتحب ايكيا وبتحب تروح ايكيا تجمع بقى في الفيديو هنا وتشوف شوية حاجات حلوة جدا. صورت على قد ما قدرت برضه عشان كان معايا ولادي وكده، فصورت لكم شوية افكار حلوة عن غرف الاطفال عشان هناك بتعجبني قوي غرف الأطفال واستغلال المساحات، وإزاي نحط فين اللعب بتاعتهم، نعمل لهم المكتب فين، السرير، الدولاب. فبصراحة بيعجبني قوي طريقة تنظيمهم وترتيبهم والديكورات بتاعتهم، فخدت كده جولة كده فيها. وكمان عملت لكم سبوت كده على شوية حاجات هناك فيها عروض حلوة قوي تنفع كمان لعيد الأم. وقلت بقى صور لكم كده ايكيا من بره، هو عند باب 17 في مول العرب. اول ما تدخلي هيبقى فيه دورين، فاحنا طلعنا على طول على الدور اللي فوق اللي فيه الاساس وكده. فحبيت بقى ان انا اخدكم معايا جوله حلوه جدا ان شاء الله تعجبتوا فيها. هتشوفوا شويه حاجات كده حلوه بامر الله. وقلت كده برضو اخد رايكم في شويه حاجات بس كده، فان شاء الله تتبسطوا بقى بالجوله. هسيبكم بقى تتفرجوا على الجوله عشان ما نرغيش كتير يعني، سيبكم تتفرجوا معايا على الفلوج دوت وان شاء الله تبقوا مبسوطين. Thank you.
كده خلاص قربنا على ان الجولة بتاعتنا تخلص، فانا حبيت بقى ان اقول لكم يا رب تكون عجبتكم. انا عارفة ان هي جولة بسيطة كده وسريعة، ان شاء الله اروح هناك واصور لكم حاجات كتير اكتر من كده، واقدر اصور لكم حاجات بقى بتاعت المطابخ، وكمان المطعم هناك حلو جدا، والايس كريم بقى والكوفي والحاجات دي، فان شاء الله اروح تاني واقدر اصور لكم اكتر من كده بكتير. كمان كنت عايزة اقول لكم ان بجد الاستاف هناك ناس هايلين جدا وناس ذوق جدا، يعني كانوا بيساعدونا حتى الوقت كان متأخر وكنا احنا رايحين متأخر اصلا، فساعدونا ان احنا لو عايزين اي حاجة محتاجين اي حاجة يقدروا يجيبوها لنا، يقدروا يخدمونا. فبجد الناس هناك ذوق جدا وهايلين جدا. يا رب تكون الجولة عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير جدا. هتوحشوني قوي، متنسونيش في اللايك، ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا أو تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. واشوفكوا على خير بأمر الله. مع السلامة، باي باي.